السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. هذا أول ظهور لي على القناة صوتا وصورة، أتمنى أن أكون خفيفا على قلوبكم ولا تحرمونا من دعمكم. يعد هارموني او اس 2.0 نظام تشغيل محلي الصنع من هواوي، وهو مصمم بشكل اساسي للعمل مع الاجهزه متعدده المنصات مثل المنتجات المنزليه الذكيه والاجهزه القابله للارتداء وانظمه المعلومات والترفيه داخل السيارات وكذلك الاجهزه المحموله. وقال رئيس قسم برمجيات الاعمال الاستهلاكيه في شركه هواوي اعتبارا من بدايه يونيو، فإن هواتف هواوي المحمولة ستكون قادرة على الترقية لنظام هارموني، وستعلن هواوي عن الدفعة الأولى من قائمة ترقية نظام هارموني أو إس عند الإطلاق في 2 يونيو، وستبدأ في طرحه ثم ستعلن تدريجيا عن موعد التحديث لكل دفعة، مما في ذلك قائمة الدفعة الأولى من الهواتف التي ستحصل على هذا النظام الجديد من شركة هواوي، والتي تشمل 140 و 140 برو و 140 برو بلس و 140 اير اس و 100 اكس 2 ونوفا 8 ونوفا 8 برو و 100 باد برو. وستتم ترقية هذه الهواتف لنظام هارموني او اس بشكل اسرع، وتتوقع هواوي انه بحلول نهاية 2021 سيصل عدد الاجهزة المجهزة بهذا النظام الى 300 مليون جهاز، بما في ذلك اكثر من 200 مليون جهاز هواوي وأكثر من 100 مليون جهاز مختلف لشركات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق خلال المؤتمر أيضا العديد من الأجهزة والمنتجات المجهزة بنظام هارموني أو إس، والتي تشمل ساعة هواوي واتش 3 وتابلت هواوي ميت باد برو 2 ومنتجات أخرى. وإلى ذلك الحين تجري حاليا الاختبارات التجريبية لهذا النظام، حيث بدأت في أبريل ومايو على التوالي. وأكدت شركة هواوي أنها ستطلق نظامها الجديد للمستهلكين العامين لهواتف هواوي الذكية في 2 يونيو، وفي ذات الوقت ستبدأ الشركة في برنامج التعليقات المغلقة والاختبار العام والإصدارات المستقرة. فهل برأيك يمكن أن يحل هارموني أو إس بديلا لنظام أندرويد وآي أو إس مستقبلا؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. كان هذا كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى أني قد قدمت الإفادة الكافية لكم. شكرا على حسن المتابعة، وأدرو لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.